بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي تلاميذ سنة تانية، بنرحب بكم على حلقة جديدة في الفصل الخامس من منهج رياضيات الصف الثاني. بنرحب بمين؟ بصديقنا العزيز توت. أهلا يا توت، منور الحلقة. الحمد لله. الحمد لله، صحتك كويسة؟ تمام. هو مصر إنه يكمل معانا الفصل الخامس، بيقول موضوعاته جميلة وشيقة. درسنا النهاردة إيه؟ درسنا النهاردة الحلقة رقم 3 في الفصل الخامس، والدرس رقم 46، عنوانه إيه حبايبي تلاميذ سنة تانية؟ عنوانه قياس الأطوال الكبيرة. وتتحضر معانا قياس الأطوال الصغيرة. كنا بنقيس الأطوال الصغيرة بإيه يا توت؟ بالمسطرة. برافو عليك والله، أداة قياس الأطوال الصغيرة المسطرة. طب كانت وحدة القياس بعد ما بنقيس ونقول الإجابة يا توت طلعت 6 ولا 7؟ 6 إيه؟ سنتيمتر. سنتيمتر وحدة القياس. قد إيه يا توت سنتيمتر دي؟ قد إصبع. برافو عليك والله، قد عقلة الإصبع بالنسبة لتوت. وادي كمان هيظهر على الشاشة المقاس بتاع السنتيمتر. النهاردة يا توت معانا قياس الأطوال الكبيرة. لما تحب تقيس طول الحجرة بتاعتنا اللي بننام فيها تقيسها بوحدة إيه؟ المتر. المتر. لما نشتري قماش بالمتر. بالمتر. لما تروح للراجل الترزي يفصل لك بنطلون بيستعمل إيه في القياس؟ شريط كده طويل بيلف. اللي بيلف ده اسمه الشريط المدرج أو المتر. المتر يا ولاد بياخد أشكال كتير. لو أنا رحت للراجل بتاع القماش أشتري منه نلاقيه ماسك العصاية الخشبية دي اسمها متر، ومصنوعة من الخشب ومترقمة من صفر لحد كام يا توت؟ برافو عليه، من صفر لحد 100 سنتيمتر. طب لو احنا جينا نبلط الأوضة بتاعتنا بلط سيراميك، الراجل الصنايعي لما يجي يقيس طول الحجرة هيقيسها بالمتر، ان هو متر كده يطلعه من جيبه قطعة صفيح طويلة ويفردها ويقيس بيها. الترزي اللي لما بيجي يفصل القماش حاطط على رقبته من فوق متر بيلف عشان يقدر يلفه على دراعنا وعلى الفخذ بتاعنا ويعرف المقاسات. يبقى المتر بياخد أشكال كتير. درس جميل قوي يا توت، تحب تشوف الأسئلة بتاعته معانا؟ ماشي. يلا نروح مع حبايبنا تلاميذ سنة تانية ونشوف أسئلة درس قياس الأطوال الكبيرة. معانا أداة قياس الأطوال الصغيرة، علشان نفرق بين الاتنين كنا بنقيس الأطوال الصغيرة بإيه؟ برافو عليك، آدي المسطرة كاسم وآدي المسطرة كشكل، وهنا المسطرة اللي قدامنا بدايتها من عند الزيرو، وعندك المساطر أنواع اللي بتوصل لعشرين سنتي واللي بتوصل لتلاتين سنتي، ده بالنسبة للأطوال الصغيرة. وتعالوا نشوف وحدة قياس الأطوال الصغيرة، الوحدة التمييز فاكر؟ ايوه فاكر، السنتيمتر، واللي قلنا لو انت معاك مسطره ادي الزيرو وادي الواحد المسافه دي اسمها وحده سنتيمتر، ومن الواحد للاثنين برضو سنتيمتر، ومن الاثنين للثلاثه سنتيمتر، كل واحده سنتيمتر، ادي اسمها باللغه العربيه، وادي الاختصار بتاعها سين اللي احنا بنقوله سنتيمتر. ده بالنسبه للاطوال الصغيره كأداة، كوسيلة بمسكها وكوحدة بقيس بيها. نيجي لمين؟ لأداة قياس الأطوال الكبيرة. الأداة اللي بستعملها مين هي؟ المتر، واللي بياخد أشكال متعددة. المتر ده متر خشبي نلاقيه دايما عند النجار عشان يقدر يتنيه ويستعمله. المتر ده متر عبارة عن جزء حديدي بيطول ويتفرد، يستعمله الرجل المبلط لما يجي يقيس البلاط في البيت عشان نعمله. المتر ده نقول عليه المزورة واللي بتتلف وبتدور عشان يستعمله الترزي لما نيجي نفصل البنطلون او قميص او بنوته جميله تفصل بلوزه او فستان، يبقى ده نقول عليه المتر، وده المتر، وده المتر، ولكن اشكال مختلفه وكل واحد له استخدام. طب يا ترى الوحده بتاعه قياس الاطوال الكبيره هي المتر اللي احنا بنقسمه ل100 سنتيمتر، ده مين؟ ده المتر الخشبي كاداه، لو يتفرد يتفرد 10 قطع، كل قطعة 10 سنتي، يعملوا كلهم 100 سنتيمتر.
ادي المتر كوحدة طول، والاختصار بتاعه مين؟ ولو اتفك السنتيمترات يتفك 100 سنتيمتر. ونروح لأول أسئلتنا بقى يا شطار يا تلاميذ سنة تانية الجمال، وبيقول لي إيه في راس السؤال؟ بيقول لي قدر طول ما يلي بالسنتيمتر. فين الأشكال؟ ادي الأشكال الأولانية. مين أول شكل؟ السكينة. إزاي نقيس طولها؟ نعمل إيه؟ نظبط بداية المسطرة بتاعتنا من أول رقم صفر مع مين؟ مع بداية الحفة بتاع السكينة، ونشوف النهاية بتاعتها وصلت لحد رقم كام، ونقرأ العدد. برافو عليك كل اللي سبقني. طولها قد إيه؟ 10 سنتيمتر. بدايتها من عند الزيرو، نهايتها عند العشرة سنتي. نيجي لمين؟ لمعجون الأسنان. نظبط البداية بتاعت الزيرو مع بداية حافة المعجون، ونشوف النهاية بتاعتها بالتقريب وصلت لرقم كام؟ وصلت لرقم 13. يبقى طول معجون الأسنان 13 سنتيمتر. نيجي لمين؟ المصاصة الجميلة الملونة. نظبط مين؟ نظبط بدايتها، بدايتها عند الصفر مع بداية المسطرة، ونشوف النهاية بتاعتها وصلت لحد رقم كام؟ نشوف الحافة عند كام بالتقريب؟ عند 8. نكتب في البرواز بتاعنا 8 سنتيمتر. نيجي لمين؟ للزجاجة الجميلة الصفرة، ونظبط بداية المسطرة مع الزيرو عند بداية الزجاجة من تحت، ونشوف نهاية الزجاجة وصلت لرقم كام بالتقريب على المسطرة. ايوه برافو عليك كل اللي سبق، 19 سنتيمتر. ظبط البداية من عند الزيرو، ظبط النهاية عند اخر الحافة للأداة الموجودة، وشوف الرقم واكتبه في البرواز. ونشوف مع بعض سؤال اخر وشريحة اخرى. بيقول ضع خط تحت الطول المناسب لمين؟ ادي القطار، وكمان دباسة، وكمان استيكة. طب فين الارقام اللي انا هختار منها؟ ادي الارقام اللي انا هختار منها. ده طول مين؟ القطار. يا ترى القطار ده تخيل كده يبقى طوله 20 سنتيمتر ولا 45 متر؟ اسيبك تفكر لحظة. ها ها قول. برافو عليك كل اللي قال الإجابة الصحيحة، 45 متر هي الإجابة الأكثر مصداقية. ليه؟ لأن 20 سنتي صغيرة جدا وبالنسبة للقطر الحقيقي، إنما 45 متر طول معقول جدا. ونشوف الدباسة عندنا كام؟ 10 سنتي ولا 20 متر؟ لا يا مستر، ده الدباسة دي من الأطوال الصغيرة. يبقى مين الإجابة الأنسب يا شطار؟ برافو عليك كل اللي قال 10 سنتي هي الإجابة الأنسب لطول الدباسة. نيجي للأستيكة، يا ترى الأستيكة دي من الأطوال الكبيرة ولا الأطوال الصغيرة؟ أيوة برافو عليكم، من الأطوال الصغيرة. طب ناخد يا شطار 5 سنتي ولا 25 متر؟ طبعا ناخد أيوة برافو عليك 5 سنتي. سؤال جميل، وبيشوفنا عندنا نظر وعندنا فهم ولا لا. اتدرب عليه كتير بأسئلة كتير، ومعانا شرايح ليك تحل فيها. الشريحة اللي بعدها بيقول لي على نفس النمط ضع خط تحت الطول المناسب. ايه دي؟ ده المقعد بتاع الحدائق الجميلة. يلا فين المقاسات اللي جايبها؟ يا ترى 70 سنتي ولا 2 متر؟ ده طويل شوية، ده ممكن يقعد عليه 3 أشخاص وأربع أشخاص كمان. يبقى الطول المناسب ليه؟ مين الأنسب؟ مين الأكثر مصداقية؟ أيوة برافو عليك، 2 متر هي الأنسب، لأنه ممكن ياخد مجموعة من الأطفال ومن الأشخاص. نيجي لمين؟ للتلفزيون الجميل، التلفزيون الحلو اللي قدامنا بألوانه الجميلة. يا ترى مين الإجابة الأنسب لطوله؟ 45 سنتي ولا 8 متر؟ ليه يا مستر 8 متر؟ هي شاشة سينما؟ ده تلفزيون صغير. يبقى مين الإجابة الأنسب؟ برافو عليك كل اللي قال معايا 45 سنتي. طب نيجي لمين؟ للدولاب الجميل المتقسم بألوانه الجميلة وأدراجه الحلوة. يا ترى الأنسب ليه 5 سنتي ولا متر بالتقريب؟ 1 متر، مين الأنسب؟ أيوة قول 5 سنتي. لا 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 لا، دي صغيرة جدا على المسطرة يا مستر. أمال مين الأنسب؟ 1 متر هي الإجابة الأدق. شريحة جميلة وبتقيس وجهة نظرنا عن قياس الأطوال.
الشريحة اللي بعدها بيقول لي صل كل صورة بالطول المناسب. معانا ترابيزة أو منضدة، ومعانا ميكروويف، ومعانا قلم، ومعانا ثلاث أطوال يا شطار: 9 سنتيمتر، 70 سنتيمتر، 35 سنتيمتر. ويلا نشوف كده مين هيقول المنضدة الإجابة الأنسب، الإجابة الأقرب ليها. كان قول معايا. برافو عليك، كل اللي قال الأنسب ليها 70 سنتيمتر لأنها أكبر واحدة في الثلاث أشكال اللي قدامنا. طب نيجي لمين؟ للميكروويف اللي قدامنا. يا ترى طوله الأنسب 9 سنتي ولا 35 سنتي؟ أقول ولا تسبق أنت؟ اسبق أنت يا حمادة، برافو عليك، 35 سنتيمتر. طب القلم الصغير الرصاص اللي سكرول اللي بنستعمله، مين الإجابة الأنسب للمتبقية؟ 9 سنتي. نظبط المسطرة ونوصل بالمسطرة والقلم الرصاص عشان يبقى شكل التوصيل جميل وشيك ومنظم ونضيف. ونشوف شريحة أخرى على نفس نمط السؤال، ضع خط تحت الطول المناسب، السيارة اللي بنركبها يا ترى مين الأنسب؟ أكتب وجاوب؟ لا مش هجاوب. ليه؟ لأن أنا كاتب لك إن السؤال ده متروك حله للتلميذ، هسيبك أنت تحل. السيارة طولها كام وتختار الإجابة، البراية طولها كام وتختار الإجابة، معجون الأسنان طوله كام، 15 سنتي ولا 25 متر. وشوف فهمت شرايحنا وحلقتنا ولا لأ. مش بس كده، معانا سؤال آخر، قدر طول ما يلي، يا ترى بتعرف تقيس ولا لأ؟ قيس طول الشوكة وكمان المج ده وكمان المصاصة الجميلة وكمان فرشة الأسنان. كده يا ولاد خلصت شرايح حلقتنا، درس مين؟ قياس الأطوال الكبيرة. وعندك حلقة قبل كده قياس الأطوال الصغيرة، في الصغيرة استعملنا المسطرة وفي الكبيرة استعملنا المتر. عايزك تتفرج على الشرايح بتاعت الحلقة، وعايزك تحل الأسئلة اللي موجودة في الحلقة، وما تنساش تكتب اسمك. عجبتك الحلقة يا توت؟ لو تكمل معانا الوحدة إن شاء الله؟ مش عارف. لا تنور يا توت في أي وقت. وبنشكر حبايبنا تلاميذ سنة تانية، ومنتظرينكم في باقي حلقات الفصل الخامس إن شاء الله. هي الحلقة خلصت، شكرا لكل أصحابنا اللي بيعلقوا على الحلقات. لو عجبتك الحلقة اعمل لايك واشترك في القناة واعمل شير الحلقة مع أصحابك. ويلا سلام.